الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ويوم جديد للنادي الاهلي هنا في تونس في اطار الاستعداد لمباراه الذهاب في دور نصف النهائي امام فريق النجم الساحلي. اكيد مباراه مهمه جدا، خطوه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه تكون تدي اريحيه للفريق في مباراه العوده في الاسكندريه ان شاء الله. لكن خليني سريعا اطمنكم على الفريق وعلى اليوم النهارده. النهارده طبعا هيكون في مران مبكرا شويه الساعه 9:30 صباحا بتوقيت تونس، اكيد هيبقى مران مهم هيشارك فيه ان شاء الله كل لاعبي النادي الاهلي فيما عدا المصابين او اللي لسه ما تمش تجهيزهم بشكل كبير ان هم يشاركوا في التدريبات الجماعيه، بالتحديد سعد سمير اللي لسه ممكن يكون بيشتكي من اجهاد في العضله الضمه، وليد ازارو ووليد سليمان بنسبه كبيره هيشاركوا في جزء كبير جدا من مران النهارده، خصوصا ان حالتهم جيده ما فيش اصابه كبيره او حاجه، لكن سعد هو اللي هيبان حالته ان شاء الله من خلال مران النهارده. بشكل عام كل لاعبي النادي الاهلي عندهم طبعا حافز كبير ان هم يوصلوا هذا المشوار الافريقي المهم، خصوصا بعد النتيجه الكبيره اللي حققها النادي الاهلي على فريق الترجي واللي من خلالها قدر انه يصعد للدور قبل النهائي من دوري ابطال افريقيا. ايضا خليني اقول لكم النهارده هيكون في جوله حره للفريق بعد وجبه الغداء اللي هتكون الساعه 1 ظهرا بتوقيت تونس، وده اكيد شيء مهم جدا لكسر حاله الملل، خصوصا المعسكر يعتبر طويل شويه، لسه قدامنا اكثر من يوم طبعا على مباراه النجم الساحلي، واللي لسه ما تحددش اليوم الرسمي طبعا اللي هتتم فيه طبعا هذه المباراه. حتى اللحظه اللي انا بكلمكم فيها لسه يعني هو الاغلب انه هيكون يوم السبت، لكن المواعيد يا جمعه يا سبت يا حد، لكن الاغلب حتى الان ان هي هتكون يوم السبت. لكن بشكل عام ان شاء الله النهارده ايضا هيكون في وجبه العشاء، بعدها هيكون في محاضره اخيرا او محاضره طبعا جديده من كابتن حسام البدري هيتم من خلالها التحضير لمباراة النجم الساحلي وبعض اللقطات لهذا الفريق للوقوف على نقاط القوة والضعف في هذا الفريق. بشكل عام إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذا المشوار الأفريقي، وإن شاء الله يقدر يحقق نتيجة إيجابية بداية من مباراة النجم الساحلي هنا عشان تكون خطوة مهمة جدا في التأهل للدور النهائي.